عدم إجراء المباراة. يعني كما شفتوا عدم وضوح خطوط أرضية الملعب المحددة للمساحات طبقا المادة واحد في قانون اللعبة، يعني تقرر عدم إجراء المباراة. فالصدد غادي نرفع واحد التقرير، غادي نرفعوه للجامعة الملكية المغربية، الجهات المختصة هي اللي تنظر في الواقعة. لأن هذا هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي هو عدم وضوح خطوط أرضية الملعب. بالنسبة للأرضية صالحة ولا غير صالحة؟ يعني ما يمكنش أنا نجاوبك، لأنه حنا تنمشيو بمادة بمادة. شفنا المادة واحد هي خطوط أرضية الملعب، وغادي يمكن نشوفوا ديك الساعة واش الأرضية صالحة أو غير صالحة. شكرا.